هذا العاشق هو الصرصار الملكي، ينشر أغاني الحب خاصته في كل مكان. يمكن للسافانا أن تمتد لمسافات واسعة، خاصة بالنسبة لحشرات أرضية. إذا أراد أن يجد فرصة للحب سيتعين عليه الغناء بشغف على امتداد الليل. هذه الأنثى تسمع نداءه، لكن أمامها طريق طويل قبل أن تجده. تخاطر الصراصير الملكية بكل شيء في سبيل الحب، لأن الآخرين أيضا يمكنهم سماع أغانيهم الرومانسية. تعود إلى جحرها لحظة وصول هذا القاتل المخادع إلى المكان. إنه يفقد الأمل من الحصول على الصرصار ويتابع طريقه إلى أرض الصيد المفضلة لديه.